بعد تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا واكتظاظ أماكن الحجر بالمصابين، خلية الأزمة في واسط عقدت مؤتمرا طارئا لتدارس خطورة الموقف وتوفير أماكن للحجر بديلة عن المستشفيات. نعلن لكم إخواننا بأنه الوضع صعب جدا في محافظة واسط، زيادة في عدد المصابين، زيادة في عدد المشتبه بإصابتهم، وأيضا هذا العدد الكبير اللي جاي يطلع عندنا يوميا هو يؤدي إلى مشاكل كثيرة وكبيرة على مستوى عدم قدرة مستشفياتنا لاستيعاب جميع المصابين. خلية الأزمة طالبت الجهات الحكومية ووزارة الصحة بتوفير الدعم المادي، كون كوادر الصد الأول والمستشفيات والمراكز الصحية تعاني الشحة في المستلزمات الوقائية والطبية. نؤكد على كل أخوة المواطنين، هناك ضغط على كل المستشفيات في موضوع المسوحات، لكن المسوحات هي مو بالضرورة متوفرة للجميع، يجب أن يكون صبر قليل، لأنه الحقيقة نسبة كبيرة من الأخوة المواطنين طالبون بالفحوصات لدية هذه الزيادة الكبيرة اللي احنا كنا يعني بصورة مستمرة نأكد أنه مرض الكورونا ينتقل. إخوان التزموا بالوقاية، تضافر كل الجهود الخيرة لأبناء المحافظة، شيوخ العشائر وسادات المحافظة ومنظمات المجتمع المدني وأهلنا وناسنا كافة. مدير صحة واسط حذر المواطنين من وقوع كارثة صحية في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية، مؤكدا على الحجر المنزلي في حال تضاعف الأعداد في الأيام المقبلة. أتمنى من الأخوة المواطنين يتفهمون أن هذه الأعداد يحتاج لها وقت، وأيضا مو كل ملامس يحتاج لمسحة، وحتى وإن ظهرت نتيجة المسحة سالبة يجب أن يحجر منزليا. إذا نتيجة المسحة هي مو بالضرورة راح تقرر مسار الطبي، أي شخص ملامس يجب أن يحجر 14 يوم، لأنه ممكن يظهر اليوم سالب لكنه بعد يومين يظهر موجب. بعد تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا، الأمر الأهم هو التزام المواطن بالإجراءات الوقائية والتعليمات والإرشادات الصحية وحظر التجوال وتطبيق التباعد الاجتماعي حفاظا على نفسه وسلامة أسرته وأحبائه. عباس العيساوي، العراقية الإخبارية، واسط.